جميلا. شكرا جزيلا لكل اللي بيتابعونا وكل اللي موجودين. بعد الشكر والتحيه والسلام بنأكد ونقول ان احنا اي حاجه لها علاقه بالتعليم احنا معاها، احنا بنساندها، احنا راشقين في المساعده والتفكير والدعم. اي حاجه لها علاقه بالتعليم الجامعي، تعليم ما قبل المدرسه، تعليم التعليم العادي، التعليم الصناعي، التعليم الفني، كل انواع التعليم بالافكار المهمه والمشاريع الجد. ليه بقى؟ لانه كمان احنا من المؤمنين انه اهم حاجه لينا دلوقتي ثروتنا الحقيقيه هي التعليم، تطويره في كل درجاته وفي كل اشكاله. احنا كاهالي او كمجتمع مدني ممكن ندعم التعليم، ندعمه باننا نفضل نزن انه التعليم يتحسن، ندعمه باننا مش بس نبقى مهتمين بدرجات ولادنا وامتحاناتهم ودرجات الرأفه ودرجات النشاط الرياضي، لا، نبقى مهتمين لما نلاقي المناهج ما بتضيفش حاجه لولادنا، لما نلاقي ولادنا شخصيتهم وامكانياتهم وعقلهم ما بيكبروش بالتعليم بتاعهم، نتكلم ونشتكي ونقول التعليم ده مش مناسب. ده جزء من المسانده، انما في جزء تاني بتعمله مؤسسات المجتمع المدني واحنا معاهم ومنهم في الدعم العملي للتعليم. بلا فخر وبكل تواضع انا سفيره مؤسسه مصر الخير للتعليم. السفاره والاماره والالقاب مش هي القضيه ابدا، وهي يمكن اكتر شيء او اقل شيء في الموضوع. المهم في شغلي مع مصر الخير هو انه ان احنا بنتابع مشاريع تعليميه جوه وبره، في ولاد بيبتعثوا في الصين وفي ايطاليا وفي روسيا وفي بلدان كتيره جدا، يتعلموا حاجات متخصصه، يتعلموا حاجات بجد تاهلهم لسوق العمل وتاهلهم ان هم يعلموا ناس تانيه هنا، زي اللي حصل في 2016. في نوفمبر 2016 من اكتر من سنه ونص سافرنا مع مؤسسة مصر الخير عشان نمضي بروتوكول تعاون ما بين معهد بكين، وهو واحد من أهم المعاهد في الصين، معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات، وما بين جامعة قناة السويس، عشان يبقى فيه تدريب وتأهيل، تدريب وتعليم لولادنا المصريين اللي هيروحوا هناك، اللي بتعثتهم مصر الخير ومولت كل البعثة بتاعتهم، وبعد كده إنشاء معهد موازي أو توأمة للمعهد الصيني ده عندنا في مصر على أرض جامعة قناة السويس. الكلام ده كان في نوفمبر في بكين. النهاردة فعلياً المعهد هيبتدي الدراسة في سبتمبر القادم. أجمل حاجة في الدنيا إنك تحضر شيء من الميلاد إلى الإنجاز. الحقيقه التعاون مع المعهد ابتدى من سنتين بفكره ابتعاث طلاب مصريين لدوله الصين لدراسه التعليم الفني العالي. احنا على يقين تام ان شاء الله ان الكليه في مصر هيكون ليها دور محترم جدا في رفع كفاءه الشباب لما يتواكب مع الاستثمارات القادمه ان شاء الله، بالذات في محور تنميه قناه السويس. هو بيقول له انا المواد دي شفتها بس حطيت لها سبستيتيوشن، لها البديل، اضيف يعني على الاقل طبعا معالي وزير سياده المحافظ ان حضرتك التعليم المتميز ده حتى
اللي لن نستطيع استيعابه في سوق العمل المحلي، ده حضرتك ذخر للدولة في استحواذ على فرص عمل إقليمية وتحويلات من العملة الصعبة للدولة المصرية، فدي حاجة طبعا يعني حاجة. أول سنة احنا هناخد 100 طالب عشان الفاسيليتيز بتاعت المرحلة الأولى. المبنى ده بإذن الله جون 2019. ولا عندك كلام تاني يا باشمهندس؟ إن شاء الله جون 2019 إن شاء الله.两国合作举办埃及中国应用技术学院，是双方在职业教育领域合作的创举，对以后的合作也具有重要的示范作用。 إلى تعاون إنشاء الكلية جديد هو حدث كبير في مجال التعليم المهني، ويلعب دورا كبيرا لتعزيز التعاون في المستقبل. 定将为推进埃中两国的教育合作、增进两国人民间的友谊、促进两国的和平与发展做出新的贡献。إنما الرسم لافتتاح الكلية المصرية السنية التقليدية ترمز إلى دخول التعاون بين الجانبين في مرحلة جديدة، وسيخلق طرازا جديدا في تعاون التعليم بين مصر والصين. احنا بنعلن النهارده عن انتهاء البنيه التحتيه للمرحله الاولى. الافتتاح النهائي ان شاء الله هيكون بعد وصول المعدات من دوله الصين ان شاء الله في شهر 8 بالكثير، هيكون المعدات وكل حاجه جاهزه قبل بدايه العام الدراسي شهر سبتمبر هذا العام، وهنستقبل اول دفعه ان شاء الله هتكون 100 طالب فقط، علشان احنا عندنا الكليه مقسومه على مرحلتين بالنسبه للانشاءات، المرحله الاولى تستوعب 100 طالب فقط، والمرحله الثانيه هتكون لما تكتمل في شهر 6/2019 هنقدر نستوعب 300 طالب في الدفعه، وبهذا الاتجاه هنقدر نستوعب 1200 طالب على مده 4 سنين. احنا بنعلن البدء، بنعلن نهايه البنيه التحتيه، والنهارده بنشكر فعلا الشركاء الحقيقيين على ارض الواقع، بنقول ان احنا مع بعض نقدر نعمل حاجات كثيره. كما لا يفوتنا ان نتذكر دور مصر الكبير في دعم التعليم في دوله الكويت في ثلاثينيات القرن الماضي، فلهم منا جزيل الشكر والامتنان، ولعلنا في هذا المقام نرد جزء ولو بسيط من هذا الجميل. أنا بشكركم شكراً جزيلاً، بشكر منى الشاذلي أستاذة الإعلامية العظيمة. الحقيقة أستاذة منى تعتبر شريكة في هذا المشروع، جات معانا الصين وراحت شافت المعهد بنفسها هناك أو الكلية بنفسها في الصين، وشافت ولادنا في التعليم الفني المبتعثين بنفسهم، والنهاردة جت عشان تتأكد أن الحلم أصبح حقيقة. ومن منها أفضل سفيرة لقطاع التعليم بمؤسسة مصر الفكر، ناشرة بسمتها وتفاؤلها لمستقبل أفضل، وكلها ثقة وإيمان بالأجيال المصرية الواعية. دعوني أرحب بالإعلامية القديرة الأستاذة منى الشاذلي، فلتتفضل. النهاردة وفي هذا العام وبعد مرور سنة ونص تقريبا، سعيدة أننا موجودة على أرض الواقع لما شاهدت وشاهدت وكنت شاهدا عليه. أشكر الشريك لمؤسسة مصر الخير، مؤسسة الشيخ عبد الله النوري. وإذا كنا نحفظ منذ الصغر كلمات موجودة ومحفورة في ذاكرتنا، اطلبوا العلم ولو في الصين، فإحنا النهاردة بنؤسس لطلب العلم الصيني ولكن في الإسماعيلية. في ظهر التعليم احنا والمجتمع المدني والناس والحكومة.
بشكر كل اللي ساعدونا في تحقيق الحلم ده، إيجاد توأمة للمعهد. بشكر وزارة التعليم العالي، بشكر جامعة قناة السويس، وبالتأكيد بشكر مؤسسة مصر الخير العظيمة. بعد الفاصل نبتدي حلقتنا ونبتدي مع حضراتكم وجوه حبيتوها جدا في الشهر الماضي. سيبني بقى، احنا بنلبس حمامات بتضحك كمان. الحاجات دي ما بتطلعش غير للغاليين بس. لا والله الكلام ده كذب يا ياسر. اه جدا، محدش يعرف الحكايه دي غيرها. بصيت تحت كده قلت لو انا رجعت اقولوا عليا عيل. هو رفض يلبس السلوفان الضيق. انا دلوقتي بنام بيه. اه ممكن فاكر حد تاني. لا حد تاني ايه برضه انا. اتنين من اكبر المواهب الغنائية. بقالي كتير ما غنيتش، بقالي كتير ما عملتش حفلات يعني. بس انت مسلسل رحيم. مسلسل رحيم واحد من أنجح المسلسلات اللي اتعرضت في موسم رمضان الماضي، الأنجح بمقاييس تجارية، بمقاييس فنية، بمقاييس المتابعة والمشاهدة. في حاجات كتيرة جدا خرج بيها مسلسل رحيم من الموسم الرمضاني المحتدم، محتدم المنافسة. واحد، أنه قدم جرعة أكشن متقنة ناس كتيرة جدا تعلقت بيها، أنه أكد على نجومية ساطعة لبطل العمل ياسر جلال، انه خطف الناس في اثاره وتشويق واحداث متتابعه. في حاجات كتيره اكد عليها مسلسل رحيم، بس في حاجه واحده الناس ما شافتهاش على شاشه المسلسل او على شاشه التلفزيون، بس مسلسل رحيم اكدها وهيظهرها في الحلقه دي. الحقيقة إحنا كنا فاكرين إنه علاقة الصداقة ما بين حلمي ورحيم هي صداقة على الشاشة، صداقة كتبت في الورق بتاع المسلسل، صداقة لها علاقة بالدراما. اللي اكتشفناه بعد رمضان إن هما بجد بيحبوا بعض وصحاب، صحاب من زمان، من زمان قوي. الحقيقة إنه دي من أجمل الحاجات اللي ممكن نخرج بيها من عمل درامي. يعني إحنا في معتقدنا المتواضع في البرنامج ده إن العلاقات الإنسانية والبشر والبني أدمين من أهم الحاجات اللي ممكن تزيد لحياتنا وتكبرها وتحلوها. خلينا نبقى مع الصديقين، أولاً حلمي أو الفنان المخضرم محمد رياض. حلمي محمد رياض، ألف مبروك، ببارك لك وسعيدة بوجودك معنا. الله يبارك فيكي، وأنا سعيد جدا جدا إن أنا موجود مع حضرتك. يعني حاجة شرف ليا بصراحة. العفو، إحنا اللي سعداء بأدائك وبنشرفك. طيب الشطر الأول في الصداقة حلمي، الشطر الثاني عظمته رحيم النجم ياسر جلال. ألف مبروك. ألف مبروك. ده عظمته بجد. عايز أقول حاجة بس في البداية. اتفضل. الحاجات دي ما بتطلعش غير للغاليين بس. لا والله. عاملين نجهز بس. عاملين نجهز الحلقة بتاعتك دي. ونجهز. لا والله وهنلبس ايه ده انت خلي بالك يا رياض، انا هلبس اسود. قال انا هلبس مش عارف كده يعني. خطفتوني بالدخله دي. لا انتوا شكلكم كده ناويين على نيه. لا والله خير دخله الهدوم المكويه وبيجهزوا للحلقه دي.
اولا في نجاح ممكن يكتشفه البعض، في نجاح ممكن ياخد باله منه شويه ناس، انما نجاح مسلسل رحيم ما فيش اي حد في مصر ما اخدش باله منه، ما فيش اي حد في مصر مش مدرك حجم النجاح والمشاهده اللي حققها المسلسل. فلازم من كل قلبي ابارك لكم على نجاح مسلسلكم وادواركم تحديدا في المسلسل. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك الحظيه. كنا فاكرينكم اصحاب على الشاشه بس. في ناس كده كانت فاكره كتير كده. طلعتوا اصحاب واكتشفناكم بقى وفقسناكم. انتوا علاقتكم من يعني من كام سنه كده؟ من ايام المعهد يعني. بقى لنا كتير. بلاش 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 بقى لنا كتير بس. احنا من اول ما من واحنا في المعهد، هو ياسر دخل بعديها بسنه. انت اكبر من ياسر جلال. انت اكبر من ياسر جلال؟ انا اكبر من ياسر جلال بشهرين كده. ده دقه يعني تماما. انا كنت بجاملك، انا كنت بجاملك عشان تبقى انت الصغير وكده. ماشي. لا والله من ايام المعهد واحنا مرتبطين بقى ببعض. بره كمان الشغل، احنا مش الشغل بس اللي جمعنا، احنا جمعنا شغل كتير مع بعض كتير قوي. حتى ايام ما كنا في الشغل كنا بنقعد في مكان واحد انا وهو تقريبا في اوضه واحده، يعني حتى لو احنا نازلين في اوتيل بنبقى يا بقى انا قاعد عنده وهو قاعد عندي. بس سوري انا اسف على حديثك، هو كان بيجي عندي لغرض. ليه بقى؟ احنا كنا بنصور فيلم يوم الكرامه سوا، فانا بتوع الروم سيرفيس صحابي جدا. فهو طبعا عنده بيحب ام علي، ام علي بتيجي قد كده في البتاع، انا بتجيلي ام علي لا بتجيله حله كده. حله. فيجي يطلب من اوضتي عشان عارف انها هتجيله الحجم الكبير. فكانت كنت فاكره يعني طيب. والله كنت فاكره محمد رياض طيب وغلبان وامين. يعني والله مش عايز اقول مخدوعه. ناس كتير كانت مخدوعه. بس هو طيب. انا عايز اقول كلمه، محمد رياض للامانه انا اسف التعبير اللي اقوله، هو ملاك ماشي على الارض. دي امانه. لا لا بجد انا عارفه كويس. لا شخص محترم وطيب وراجل وصاحب صاحبه وفنان كبير وقمة في الأخلاق. ابن أصول وابن ناس جدا. اللي أنا بقى ما كنتش أعرف وما تأخذنيش بقى ما تزعلش مني، أنا كنتش أتخيل إن هو بكم الطيبة دي هو ياسر جلال. هو دايما الواحد بيجي له انطباع إيه؟ إنه الناس الفرعة في الطول اللي بتعمل أدوار الأكشن يعني بقى عادي، مش لازم يبقى شرير بس عادي. إنما لا ممكن كنت أتخيل إن هو بكم الطيبة والقلب الأبيض اللي في ياسر جلال ده. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة يعني ولا يمكن كنت أتخيل. معلش ما تاخذنيش ما تاخذنيش، يعني محمد رياض باين عليه انه طيب. هو طيب. لا والله انا عايز اقول لك اطيب الشخصيات جداً اللي ممكن تقابليها في الحياه جداً، مش في الوسط الفني يعني جداً بتاعنا، في الحياه هو ياسر جلال. بجد. انا عايز اقول حاجه بس يا جماعه. اولا انا واحد يعني انا بحب مدام منى الشاذلي جدا، وانا يعني انا بجد حسيت بنجاحي لما جيت السنه اللي فاتت هنا والسنه دي. أشكرك. فانا وجودي معاكي شرف. أشكرك. بجد بجد طيب. انا مش عايزه اقضيها مجاملات بس لازم اقول لك انا كنت بقول ايه قبل الحلقه. كنت بقول انه لسبب ما ربنا حوش لك كم القبول والنجاح الطاغي ده اللي ظهر كله مره واحده من رمضان اللي فات لرمضان ده. يعني بدعي لك اكيد بالتوفيق وانك تنبسط بالنجاح المبهر اللي انت عامله عن استحقاق. دي اخر كلمه هقولها عشان بس الناس اللي بتفتكر ان احنا عاملين دلوقتي جامد بعض. ربنا يكرمك. طيب مبدئيا رحيم، احنا بنتكلم في حاجات كتيره بس لازم نبتدي برحيم. رحيم دخلته على المشاهد في الحلقه الاولى تخطف. الشخص اللي هو نازل من طيارة بيتكلم لغات كتيرة بيحاول فلوس ما تبقاش فاهم هو ده ضابط ولا ده رجل أعمال. الشدة بتاعت الحلقة الأولى يمكن واحدة من الأسباب اللي خلت الناس تندمج مع المسلسل بشكل كبير جدا. بداية مشوقة للغاية، بداية مشوقة للغاية، بداية فيها تصاعد يخلي المشاهد يثبت في مكانه مش بس للحلقة دي إنما كمان لحلقات وحلقات تليها. مبدئيا ده الجزء اللي شدك في رحيم ولا الموضوع بالنسبة لك مختلف؟ هو المشروع اتكتب على أيدينا، يعني احنا كان تاني تجربة مع فنون مصر، فاحنا الأستاذ ريمون والأستاذ محمد والأستاذ محمد اسماعيل أمين المؤلف هنفع نعمل ايه؟ يعني قلنا نعمل حاجة مختلفة عن ظل الرئيس، فكان النقيض تماما شخصية مجرم. ازاي نقدمه ازاي وكده، فكان المسلسل الفكره اتحطت وابتدى بقى الحلقات تتكتب.
فكانت في الحلقه دي اللغات دي كانت اقتراح الاستاذ ريمون مقار، هو دبسني تدبيسه اموت واعرف اتكلمت كل دول ازاي. والله مع بصي حضرتك يا جت كده يعني لو تساليني قول تاني اللي انت قلته ده ما افتكروش. ايه ده فعلا؟ اه خلاص احنا بنحفظ المشهد وبننساه يعني بحكم الخبره، ممكن يجي لنا مشهد صفحتين او ثلاثه مش كده يا محمد؟ اه نحفظه في وقتها على الهوا. ماشي انجليزي انت بتعرف انجليزي، انما بقيه اللغات اللي قلتها ايه بقى؟ الماني تاني حاجه وروسي ألماني؟ وفرنساوي. انت بتعرف الماني؟ لا 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 ولادي بيعرفوا الماني يعني. هم اللي علموك الكلمتين دول؟ هو انا خدت من مدرسينهم يعني خدت سجلوا لي بقى فويس نوت وقعدت اتدرب عليها والولاد يصححوا لي، ادريا وجلال. على فكره ده مساهمين في المسلسل. محمد طبعا رياض طبعا يعني طبعا. لا لا طب الالماني انا عايز اقول لك ان هو ياسر من مميزاته الاجتهاد. جدا ياسر ممثل مجتهد جدا جدا يعني، كان بيقعد طول الوقت ماسك المشاهد دي عشان ينطقهم صح، الاكسنت بتاعه يبقى مظبوط، الحاجات دي كلها هو نتيجه اجتهاد يعني كبير بصراحه. وبعد كده يعني انا اسف قطعك، هو فعلا محمد انا عايز اقولهم بالظبط يعني مش عايز اقولهم يعني انا ايه عندي عذري يعني، هو راجل مش لا هو الماني ولا هو فرنساوي صح. فانا عايز اقولهم بالظبط قوي يعني عشان لو اي حد بيتفرج بيسمع يقول لك اه لا ده تمام. لا كمان يا ياسر في حاجه كمان مهمه، الحاله اللي بيقولهم بيهم يعني هو حاله توتر شديد جدا وفي ثوره وعايز يلحق بسرعه وعايز يعمل المكالمات دي في ثواني ويعني مش مجرد بس نطق لكن اداء مش على الرايق. صاحبي عمال بقى ايه لا والله انا بحييك بحييك لا ما انا لسه هسال مين كان اشطر في المعهد. لسه دورك جاي دورك جاي. قلتوا لي مين كان اشطر في المعهد، ياسر جلال ولا محمد رياض؟ لا هو لا ياسر كان شاطر طبعا جدا، بس انا كنت شاطر يمكن نظري شويه لان كنت جاي من علوم يعني الفرق كان كبير في الدراسه. كنت انت يعني الشاطر اللي هو لا يعني لا انا كنت شاطر بحكم حاجه تانية، انا كنت جاي من علوم، انا اساسا خريج كليه العلوم قسم كيمياء فجاي بذاكر بقى زي بروفيسور لا مش بروفيسور يعني بس بذاكر بنفس ورا المحاضرات لا هو احنا يعني انا داخل بعد ثانويه عامه، هو طبعا راجل خريج علوم فلا خريج جامعه بقى الدماغ وبتاع يعني ايه، بس محمد مش كده يعني، هم طبعا خريج احنا المعهد بياخد في نفس السنه خريج ثانويه عامه والجامعه، فطبعا اللي خريجين الجامعه بيبصوا لنا بقى ان احنا يعني لا مش يعني لا مش قصدي كده لا 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 شديده بقى لا والله بس محمد مش كده، انا كنت داخل معهد كان محمد في المعهد، فكل اللي سمعته عنه في الاول اول ما دخل كده ده ممثل جامد، ده محمد رياض محمد من الناس من الطلبه والله. هو ما كانش بيحضر لان هو كان بيشتغل وبيصرف على نفسه وبتاع، فكان يعني كان ممكن يتحرم من الامتحان على ماده مثلا لياقه بدنيه حاجات بسيطه يعني مواد. كان بيصرف على نفسه ليه؟ هو اتخرج وبيشتغل وكده يعني يعني اتكسفت اطلب من ابويا فلوس تاني بصراحه يعني انا خلصت الكليه والجامعه فكنت يعني مستكبرها جدا جدا، لسه اقول له انا عايز مصروف تاني عشان لاني برضو ابويا ما كانش شافني يعني مش يعني الناس بتوع زمان برضو شوية هو عنده كليات اللي هي اللي معروفة لكن معاد في المسرحية وكده فتمام يعني انت هوايتك اعملها زي ما انت عايز، بس انا كسفت بصراحة اقول له بعد ما اتخرج انا عايز مصروف يعني الحكاية مش عايز فلوس عايز مصروف اروح المعهد واجي من المعهد فكسفت ما قدرتش بصراحة فاشتغلت بالكيمياء اشتغلت كيميائي كنت شغال في حاجه مهمه كمان جدا جدا ايه يعني بقى؟ اشتغلت حاجه في الميتال كوتينج يعني حاجه ليها علاقه بالبينتينج والحاجات دي ده في يعني في شركه خاصه ولا في مصنع لا كانت شركه اسمها مش عارف اقول طبعا مش هقول الاسم عشان الدعايه لكن كانت شركه مهمه جدا من اهم الشركات اللي بتعمل بويات وحاجات كده وكان انا كنت بشتغل في برانش تاني اسمه ميتال كوتينج فكنت كنت شغال فيه وبالمناسبه كنت شاطر فيه وانا بدرس في المعهد لغايه ما خلصت بقى وابتديت ايه ده يعني مبسوطه من الحدوته فقالوا لكم بقى في المعهد ده في واحد شاطر اسمه محمد رياض اول ما شفته بقى كان يعني هو كان ليه طله كده زي ما هو طبعا طول عمره فبدا كنا في سكشن واحد يعني خلاص يعني هو كان بيعيد سنه واحنا كنا مع بعض في نفس السكشن كان هو بيعيد على بانتومايم وعلى ايه تاني يا محمد؟ على لا ال دراما مسرحيه باليه رقص رقص باليه
احنا عندنا ماده رقص في المعهد. انا ماده رقص. يعني زمان ات ميد سنس، زمان كان اكيد شكل منطقي، بس في اللحظه دي الكلمه صعبه جدا. ولو ايامها كانت صعبه. هو المشكله انه كان بعيد ليه؟ ما اصل المفارقه ليه بعيد؟ هو رفض يلبس السنابات الضيق. قال لي فبقول لي انا شكلي وحش يا عم. انجح طيب خلاص يا عم البسه يوم. هو انت بتتصور وانت مع مدام منى الشاذلي؟ انت في المعهد محدش. هو بصراحه بتساله كانت مدرسه معهد باليه، قالت له انت ما لبستش ليه؟ هو جايب لابس تريننج سوت عادي، كل زمايله بقى لابسين السلوفيت الضيق ده بتاع الباليه. هو الكولون ده اللي مصيبه مصيبه، احنا بنلبس كولونات. فالمهم ايه، قالوا له قال لها لا انا يعني على التريننج سوت. قالت له لا شوف زمايلك كلهم، واحنا بقى كلنا واقفين مقفلين قوي. فقال لها لا اصل انا لبسته كان شكلي وحش. انتوا واقفين ازاي؟ واقفين كده زي بتوع الباليه. اصل انا شكلي وحش. قال لها لبسته شكلي وحش. قالت له يعني ايه شكلك وحش؟ قال لها شكلي وحش فيه وانا لابسه يعني. فقالت لك ايه؟ قالت لي لا مش هيبقى. قلت لها حضرتك انا مش داخل معهد الباليه حضرتك، انا داخل معهد التمثيل. انا لو اعرف كده انا داخل معهد التمثيل حضرتك، مش داخل معهد الباليه. يعني لو انا داخل معهد الباليه من زمان من وانا صغير تمام اوكي، لكن انا مش داخل معهد يعني مش داخل، انا داخل معهد التمثيل يعني. قالت لي هو ده هتلبس؟ هتلبس هتلبس ما تحضرليش تاني. وقد كان. فقلت لها طب خلاص مش هحضر تاني. على حظه بقى السنه اللي بعدها الاستاذ اتغير. عدت السنه، عدت السنه. يعني قعد السنه بس كانت ترينجات بقى. ايه ده؟ لا كنت بلبس بقى خلاص السنه اللي بعديها. كنت البس بقى تريننج سوت. اتحمس بقى لك ده تريننج خلاص بقى. وصعب عليك بقى او كده انه الراجل شال الماده وخلاص وعشان ما رضيش يلبس السلوفيت؟ هو كبر في نظري قوي. لا والله كلنا كان شكلنا وحش. كلنا كان شكلنا يعني عره يعني احنا ايه اصل ايه احنا الراقصين بقى شكلهم حلو فيه، احنا مش راقصين فمش عارفين نقف الوقفه بتاعه دي، ليه وقفه معينه. لا وبعدين برضه ما كانش اجسامنا فظيعه يعني. كنا برضه تخان وحاجات كده ناكل بقى وفريق. شكلنا مش لطيف. لا انا مجرد ان انا متخيله الموقف يعني انا يعني شوف حضرتك الحمد لله انا ما اتصورتوش. الحمد لله يا رب انتوا ما اتصورتوش بالوضع ده كان زمان. لا طبعا لا انا بحترم جدا جدا. لا ما هو ملوش علاقه فكره واحد متعود يعمل ايه مش متعود يعمل. مع راقصين الباليه بيبقى ليه شكل تاني مختلف، لكن مع اللي زي حالاتنا احنا بنبقى يعني انا بحب جدا جدا احمد يحيى، هو صديق عزيز عليا يعني، وبحب شغله جدا وبحضر له يعني، حضرت كذا حاجه ليه. بس هو طبعا عبقري. لا ما هو حسب التعود وحسب التوقع. فالمهم ايه، ابتديتوا تعرفوا بعض شويه شويه في المعهد. يعني خلاص بقى العلاقه توطدت، ولما بقى بدانا نشتغل في الاحتراف يعني بدانا نشتغل عملنا مسلسل. بس انا بقول حاجه بس بعد بس نرجع. ياسر كان جميل بصراحه طول عمره، انا كنت باخد منه سندوتشات كتير. ياسر كان بيجيب الله يرحم والدته الله يرحم الف رحمه ونور عليها، كان بتجيب لازم يجي المعهد معاه سندوتشات. ايه سندوتشات ايه؟ ومش كتير سندوتشات كتير لا كميه يعني فول بالزيتون الاخضر. تعمل لي ايه حلاوه بالموز، حاجات غريبة بس حلوة ويعني حاجة جميلة يعني. طبعا مفتخرة جدا. واحنا كنا بناكلها الحمد لله. لا والله. والله. لا وبعدين ماما الله يرحمها فاكرة انت حضرتك الرغيف الكبير بتاع زمان ده. ما كانتش بتقسمه نصين، لا بتروح قطع حتة كده من الجنب يبقى الرغيف زي ما هو وتبتدي تدخل الفول بالزيت. لا لا لا. عندنا كانت سندوتشات فظيعة بجد. لا السندوتش السندوتش محترم كانوا بيجروا ورايا في المعهد. أول ما أنا داخل كده بهل على المعهد بس هناكل وكان بكتير بقى. دي اكيد ايام كانت حلوه قوي. جدا. انا كل ما اتخيل حاله الصداقه والساندوتشات دي اكيد كانت حاجه طبعا. كانت طبعا. حاجه عظيمه اكيد كده. طيب اقول لي بقى كانت ايه عيوب ياسر جلال؟ عيوب ياسر جلال بجد وبحق ربنا شوف بص له ازاي. ده بص بشوف بيعملك بداله ازاي، ده بيخوفك والله. لا خالص. لا هقول لك ياسر مش عيوبه، ياسر قد كده جميل قد كده مجامل ياسر. بس لما بيحس انه حد ظلمه في موقف هو مش يعني مش ده المفروض يبقى رد الفعل بالنسبه له بيتعصب جدا، ولازم في الحاله دي اروح المه ده احسن لي لو انا موجود معاه لانه ممكن يعمل كارثه. يعني لازم يعني ممكن يعمل كارثه فالحقه. لا بس ليا ليميت يعني ليه. او انا ايه بيصعب عليا ايه، انا زي ما قال محمد والله مش بقول يعني انا بحب الناس كلها بشكل عام وبتعامل مع الـ يعني سوري
الصغير والكبير قبل المدير بمنتهى الاحترام. ده حقيقي. يعني اللي بيقدم لي كوبايه شاي او قهوه بقوم اسلم عليه واقول له تسلم ايدك، ده على طول في اي مكان. وبحب زمايلي جدا، لا عمري غيرت من حد ولا عمري غليت على حد. كان في عز مثلا محمد رياض لما بدا في مسلسل العائله وبعد كده وكان نجم نجوم مصر وما زال، اول واحد كان يكلمني كنت انا ببقى طاير فرحان، شايفه فرحان وكل زمايلي كده. العكس ده بقى في تحيتهم ليا في ظل الرئيس. يعني تشوفي السوشيال ميديا كانوا نجوم كبار ليهم مسلسلات وبيبعتوا لي تحيه وتهنئه. طب ده من ايه؟ لان انا علاقتي بكل زمايلي حلوه. يعني ما عمريش عرفت الحقد ده ولا الغل خالص. انا بستمتع بشغل زمايلي اكتر ما بستمتع بشغلي، بتخطف لان الفن ده شيء جميل. فلما بتزعل يعني بيبقى لا، لما ببقى انا بقى مقفل الضمنه، يعني انا كويس ومؤدب ومحترم يعني ولذيذ وحد يتجاوز، وانت عارفه مهنتنا فيها كتير من ده، فبيصعب عليكي نفسك فبتنفعلي بس ليه ليميت يعني. طب واهم عيوب محمد رياض؟ لا مفيش عندي. هيقعد يفكر كتير اصلا، هو ده هيفكر كتير جدا. لا طبعا اصلا انا وانا قاعده هنا على البعد اهو شفت عيب، يعني عيب واضح جدا هقوله. لا الاول ياسر الجلال يقول هو طبعا محمد بجد للامانه، انا قلت في بدايه الحلقه ملاك ماشي على رجليه بجد مش مجامله. هو طيب قوي قوي، محترم قوي. محمد برضو حتة برضو كده اللي هو ايه، لما يبقى لطيف وجميل وبتاع حد مثلا من الانتاج ولا حد جه ايه دسله على طرف بيتحول بقى، بيبتدي بقى ايه، طب لحظة واحدة يا جماعة عايزين نشوف بقى وكده. لا ما بيزعقش بقى، يعني انا زعق محمد لا، محمد على الهادي على تقيل وهو قاعد ياخد حقه وهو قاعد عينه تقلب كده ويبص بصة كده تقلب ازاي لا يعني ايه تتغير تتحول مبرق. لا انا قادر اشوف مش عيب، بس يعني اقول سمة من سمات شخصيتك ان انت تفضل انك تسقط في مادة على انك تعمل حاجة انت مش مرتاح لها. ده بيقول عن شخصيتك في مواقف انت مش هتغير فيها رأيك. ده موقف مش سهل في حياة الانسان ان هو يسقط في مادة والحل كان قدامه. شفت بقى الثقافه طبعا استاذه بيسجلني لا والله لا انت جايه النهارده محتفيه بينا احتفاء يعني انا محتفيه لانه تستحق الاحتفاء عن جداره لولا ان لولا ان الحلقه الاخيره من مسلسل رحيم صدمت المشاهدين ونكدت عليهم في العيد وناس كلها ليه تقتلوا رحيم ليه؟ كان هو ده السؤال اللي ملوش إجابة عند ملايين من اللي تابعوا المسلسل. خلينا بعد الفاصل نرجع للنجمين محمد رياض وياسر جلال. قال له شفنا الحاجة في الإعلان، قال له حاجة اتنين يا قال له حاجة اتنين أهو مات عاجبك كده وقعدت تعيط كتير لما سابتك بغدر دلوقتي علوي يعني في سر في غموض بس ده سؤال صعب قوي يا مدام منى. قال لي وبتهزر أنا قدمت السبت والحد والاثنين يعني أنا مسبت أنا من عشاق صوت ياسر جلال ما بيسألش عليا أبدا شوف الحلقة الأخيرة دي تعرضت يوم 29 رمضان بس لحد دلوقتي لما الأغنية بتتزاع بصوت مدحت صالح الرائع وكلمات أيمن بهجة قمر ألحان أستاذ خالد عز وألحان خالد عز هم أبدعوا بصراحة الثلاثة والنجم العملاق مدحت صالح يعني لحد دلوقتي لما نشوف الكومبو ده مشهد الوداع النهاية في المسلسل رحيل رحيم أو مقتل رحيم والمزيكا يعني بتستحضر حالة الحزن مش ببالغ لما بقول بجد كل الناس بتتابع المسلسل كانت زعلانه جدا على النهايه ان انتوا قتلتوا رحيم. ليه قتلتوا رحيم؟ احكي لك بس ممكن احكي حكايه على التعليقات دي. كنت المفروض ان احنا اول يوم العيد هقابل انا تقابل انا وياسر فواحد يعني ماسكني على الفيسبوك مهريني وانت خنته ومش عارف ايه وعجبك كده اهو الراجل اهو مات اهو مات عجبك كده حملني المسؤوليه يعني فروحت كاتب له انا ايه الضحكه بتاعت ها ها ها
فراح رد عليها لي قال لي وبتضحك كمان. قلت له يا سيدي ما بتضحكش ولا حاجه، ده انا رحيم ان شاء الله هقابله كمان شويه يعني هنتقابل انا وهو بتاع. قال لي وبتهزر ده مش استحاله. اللي هو انا الحكايه دي حصلت ليش كتير في الدراما، انه بقى في مسلسل حلو تمام، لكن ان يحصل توحد ما بين المشاهد مع الشخصيات بتاعه العمل دي كانت حاجه بتبقى يعني ما بتحصلش كتير. سحر الدراما، سحر ده حقيقي، سحر الدراما. الناس عارفه انها حدوته بس قلبها معاها ومتابعاها، هي الدراما عشان كده مش قليله يعني. بالظبط ده حقيقه. طب بجد ليه قتلته رحيم؟ يعني خليني اتكلم بلسان الناس اللي زعلانه وتنكدت من مقتل رحيم. هو كانت يعني هو برضو ايه، ده سؤال صعب قوي يا مدام منى، انك انت ليه عملت المشهد الفلاني. هو الكاتب المبدع بيعمل، هو شايف كده يعني، هو شايف ان دي النهايه اللي هو حاببها، بتبقى بقى بالاتفاق مع الكل. احنا كنا المسلسل بيتكتب واحنا بنصور الحلقه الاخيره تحديدا، ما جاتلناش غير قبل باسبوع يعني، قبل ما نصورها باسبوع. فاحنا لقينا النهايه كده وتكلمنا انا والاستاذ ريمون والاستاذ محمد، فلقينا ان دي افضل نهايه لشخصيه رحيم. خلاص بتقفلي بقى الاحداث، بتلمي الاحداث المسلسل يعني. وهو كان تاريخه برضو كان مجرم. صح، هو طلع عامل ديل مع الداخليه. بس هي نهايه مؤثره للشخصيه، كان بصرف النظر انه مجرم والظروف دفعته انه يبقى مجرم، بس عنده انسانيات ومشاعر، بر بابوه، هو شخصية تركيبة كده يعني. هو الكاتب مش عايز يديله النهاية السعيدة لأنه في جزء من حياته يستحق العقاب يعني. بس شفنا فيديو، معرفش انت شفته ولا لا، ياسر جلال ورحيم وحلمي اللي انت عملته فيه، بنت صغيرة بعد ما اتفرجت على المسلسل وهي روحي مفطورة من العيار. في ناس حكولي على فكرة، خلينا نشوف المقطع ده. مالك زعلانة؟ طب هو أصلاً ده مسلسل مش حقيقي. طب لما انت عارفه بتعيطي ليه؟ بس ايه؟ صعب عليكي ان هو مات، بس احنا ممكن نشوف الحقيقه بعد كده. بس لسه عامل حلقه موالد رشي. خلاص بقى ما تزعليش. ده اسمه كلام؟ انا حاولنا نتواصل مع صاحبه الـ الفيديو ده عشان نعرف على الاقل اسمها، عشان عمو رحيم يقول لها اي حاجه يهديها، يقول لها انا اهو يعني. الحقيقه يعني كان نفسي يبقى في رساله لها عشان تطمن. يا لا طبعا، انا هي طبعا، انا هي وجعت قلبي بصراحه. فحبيبتي ده تمثيل حبيبتي، وانا الحمد لله بخير يعني. بس انا مش عايز اقول لك. طب هقول لك على حاجه والله العظيم بتكلم بجد. بص للكاميرا دي وقول لها يعني عرفها، قول لها انا شفت الفيديو بتاعك وانت بتعيطي يعني، عشان تعرف ان هي دي. ايوه كده، وكلمها هي. حبيبتي انا للاسف مش عارف اسمك يعني، بس انا شفت الفيديو بتاعك على السوشيال ميديا، وانا ما متش، انا يعني الحمد لله عايش، وانت خدتي قلبي وجعتي قلبي بجد. ويا رب كده لما تكبري تبقي أنسة زي القمر تفتكريني برضه، اكون بقى مش عارف عايش ولا مش موجود. ربنا يديك طول العمر. وهي هنبعت لها على الخاص الفيديو ده. ما تعيطيش يا حبيبتي. طيب ما اختلفتوش مع بعض على فكره النهايه. في يوم من الايام المخرج العظيم سمير سيف كنت بكلمه بساله على واحد من اجمل الافلام، فيلم سعاد حسني المتوحشة. وبعدين بيتكلموا على سعاد حسني والإيرادات وبتاع، وهو قال لي، وكان الحوار مش مسجل يعني، قال لي كنت بفكر في ايه ساعتها ان انا اخلي سعاد حسني تموت. هو حس انه ده انه اللي رايح السينما للوهج بتاع سعاد حسني والشقاوة بتاعتها اكيد هيحس بصدمة كبيرة جدا لما السينما تقفلها وتقتل البطلة يعني. ده بعد سنين طويلة من اخراج فيلم المتوحشة. في يوم من الايام ما ينفعش تفكروا تقولوا رحيم ده كان المفروض نديله فرصة؟ استاذ ريمون على فكرة كان عنده، هو انت الاستاذ ريمون على فكرة، هو الاستاذ محمد عندهم افكار كده تسمعيها في الاول تحسيها كده معقوله يعني، حاجه كده في البدايه تبدو صعبه التنفيذ. فلسه كان بيتكلم معايا لما الحلقه عملت كده، قال لي ما تيجي نعمل نهايه تانية نصورها المشهد ده ونغير، وتبقى دي حدث جديد في الدراما، ان هو بناء على طلب الجماهير.
فقعدنا فعلا استغرقتنا. قلت له معقوله يا استاذ جمون هينفع كده؟ قال لي لا تعالى ايه رايك. هو طبعا كان بيقولها ايه بي 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 يعني بيحلم وكده، بس هو طبعا متخيل انه يبقى في صدمه الكبيره دي. اه بس هو طبعا يعني هو راجل فاهم دراما وكده، فخلاص ما ينفعش نعمل ده. اكيد. طيب اللي شافوا مسلسل رحيم قدروا يشوفوا النجم ياسر جلال شخص شرير خارج عن القانون، ولا بطل يتحب والناس تتعاطف معاه؟ بطل جدع، بطل يا جماعة، ده كان مجرم يا جماعة، رحيم كان مجرم. شفتوا بقى هو ده الخط اللي لعب عليه المسلسل، هو جاب لك واحد من الأشقياء، من الأشقياء يعني، ده واحد هرب فلوس كتيرة ثروته كانت غلط، وقدر انه ما يخليش الناس تكرهه. وده يعني انا قادره افهم الدراما في اللقطه دي عملت شيء صعب مش سهل، واخلاقيا هو عدلها بانه باين انه وكمان صحح المسار. في صغره في الصغر يعني اتعرض لصدمه كبيره في حياته، يعني شاف امه بيعتدى عليها قدام عينيه، فراح حرق بيت هو وحلمي، وحلمي ده بيعشقه من هم اطفال، قال له والله حلمي نعمل كذا، راح معاه يعني من كتر حبه فيه، راح حرقوا بيت الراجل اللي اعتدى على امه لانه كان راجل متجبر وكده، فدخل الاصلاحيه. فهو يعني في نظر الناس هو راجل يعني. فلما دخل الاصلاحيه انت عارفه بقى حضرتك اللي بيخشوا بيطلعوا بياخدوا السكه دي يعني. في معظمهم يعني دلوقتي المسلسل ده كان اهم من اهم الميزات فيه هو الاكشن اللي واضح جدا، والجرعه فيه كانت بتقول ان انا مسلسل اكشن. لازم تحكوا لي تاريخ الاكشن معاكم كاصدقاء محمد رياض، لان هو محمد كان بيضرب بجد. انا طول عمري محمد بيضرب بجد والله. انت بتهزر؟ فاكر تكسرت وانا طول عمري يعني. لا استنى بقى، بتصنف اكشن اساسا يعني. طب انت اللي بتقول ده. طب انت بذمتك مش ضربت؟ لا والله غصب عني والله. هو المفروض احنا بنقعد نعمل يعني بروفات قبل التصوير على طول مع الاكشن، وبعدين المفروض بنعيد الحركات لغايه ما يعني بنلمس، يعني هي ليها تكنيك لغايه قبل اللمس على طول يعني، يعني مليمترات كده. وانا لسه بضربه كده فجاله حد نده عليه اللي بنعمل معاه البروف، فراح باصص كده فعمل كده، فدي ايدي كانت بتروح فلبست هنا كده يعني، ده وخيته بس شويه، وفي رجل برضه يعني، وفي رجل برضه. انت ده كنت طايح. لو في المدرب بتاعي كمان تعويره هنا كده. كابتن ابو النجا يعني ليه ضحايا في الكام مشهد اللي انا عاملهم في تاريخي اساسا في ما هو انا عمري ما شفت محمد رياض بيعمل اكشن يعني. ياسر جلال من يومه تكوينه الجسماني متقبلين ده من زمان، انما محمد رياض انا متهيأليش اني شفت لك اي حاجه. دخل الجيم قعد معانا برضو الكابتن ابو النجا، كان مدربه اللي انا ضربته ده في الاول، اللي هو ضربه في اول حلقه، ضربه فتح له دماغه. قعد يتدرب قد ايه يعني؟ لا قعدت حتى حوالي بتاع 3 شهور. بتتدرب على ايه بقى؟ لا ادينا البروجرام. لا انا ماشي طبعا مع بروجرام مع الكابتن محمد ابو النجا اللي هو كان مسؤول عن ياسر وعن لنا زمايل كتير، هو المسؤول احمد السقا واحمد بيعمل لي نظام غذائي، وطبعا بنشيل بقى حديد وحاجات عشان نظبط العضله الباي والتراي والمش عارف ايه. طبعا يعني ما تبصيش عليا كده يعني. احنا بقالنا شهرين ما بنتمرنش برضه، ولا في المسلسل برضه. امال انت كنت بتتمرن لوحدك ولا مع كنا احيانا بنتقابل، بس احيانا كنا بنتقابل يعني، كنت قابلنا كذا مره مع بعض. انا عايز اقول لك يعني برضه يعني اقول الكلام ده لاصحابه يعني، هدي الحق لاصحابه، استاذ ريمون مقار، استاذ محمد محمود عبد العزيز، يعني كلموني بعد رمضان اللي فات ان احنا عايزين نقدم حاجه، نقدمك بشكل مختلف. فكان من ضمن التقديمه بتاعت الشكل المختلف دي اني اعمل اكشن. وبعدين هعمل اكشن مع مين؟ مع ياسر جلال. يعني ياسر بسم الله ما شاء الله يعني هو شاطر في الحته دي قوي. مستر يعني ايه ياسر؟ لا يعني ياسر شاطر في الاكشن وعمل ايه؟ فكان جديد خالص عليا، كنت شايل همه جدا انا والله في كل الحاجات اللي عملتها. انا لما جيت اتفرجت ما عرفتش انا ازاي كده، ما يعني انا ما تخيلتش للحظه اني ممكن يبقى مقنع الاكشن اللي انا عملته يعني. هو فالحمد لله. استاذنك بعد اذنك يا محمد، هو الاكشن محتاج ان هو يبقى الواحد اللي هو الرياضه اللي عملها محمد دي ان هو يبقى جاهز يعني، هو ما يحصلوش تمزق،
يبقى قوي، لان احنا فعلا في الاكشن احنا بنضرب وبنضرب بجد، يعني احيانا بتفلت حاجه بتشيلي حد، لازم يبقى الواحد متمرن عشان يقدر يعمل ده. وبعدين احنا مش بنعمل الشوت مره، بنعيده كذا مره من كذا زاويه، فلازم عايز لياقه بدنيه عاليه. ده حقيقي. ده حقيقي. بس النطه دي عملتها من مره واحده، ادي مره واحده، لان ما كانتش تعمل غير مره واحده، لان انا كنت هموت فيها بجد. وده انا هقول يعني يزعل ياسر جلال ما يزعلش، انا بجد مش عايزه النجم ياسر جلال او غيره يعملوا الادوار دي، يعني الخطر حقيقي بجد. ده حضرتك يعني معاكي حق فعلا، يعني الخطر يعني لا يتم التهاون فيه. صحيح ان في واير، في سلك، بس ده كان ارتفاع قد ايه تقريبا؟ كبير ده، كبير جدا، كبير دورين جدا. مثلا اكتر، لا اربع ادوار، خمس ادوار، خطر في خطوره. العماره دي كان اللي انت بتنط من البلكونه للبلكونه، من السطوح للبلكونه، سطوح بقى ثلاث يعني كام دور؟ حوالي خمس ادوار، كان خمس ادوار، وبرط البلكونه في الدور الثالث في عماره اصغر شويه. فلا كانت فعلا دي، انا ما كنتش عارف انها كده، يعني انا لما وانا بنفذها انا فعلا كنت هموت فعلا بجد يعني، وقعدت اقاوح بقى كتير، انا عايز اعملها عايز اعملها عايز اعملها. فاندرو ماكنزي هو من جنوب افريقيا يعني، هو بيعمل الاكشن معانا، فقال لي خلاص، لما لان انا بقى متمسك بالحكايه قوي. انت بالنسبه لك عشان في واير فاطمنت شويه؟ اطمنت. اتاري لا، اتاري ده في ازاز، وكمان انا ما وصلتش على الفتحه بجد، انا وصلت فوق شويه، فكانت راسي دي هتتقطع طير لولا ان انا عملت، انا دخلت برجلي يعني، لو تلاحظي حضرتك في اللقطه انا داخل برجلي، انا ده كله جزء من الثانيه. انا قلت طب انا هعمل ايه في الازاز؟ هو قال لي اعمل وشك كده عشان وشك ما يتعورش، لانك لو دخلت بوشك شور هتتعور. فدخلت برجلي، كسرته برجلي. طب وسابني هو فوقعت، لان الواير سابني، لازم يسيبني ولا ارجع. قول لي ان مراتك زعلت منك عشان النقطه دي. هي طبعا زعلت، طبعا محمد رياض زعل مني، يعني صديق عمري يوميها مسكني، هو ما كانش موجود، هو ما كانش واقف لحظتها، بعد قال لي انت مجنون، انت عيالك صغيرين، انت ازاي تعمل كده؟ لو ترميت في المستشفى ما حدش هيسال فيك. قال لي ما حدش هيسال، ازاي تعمل كده؟ يعني طيب انا مش بتكلم على التكنيكاليتيز، يعني كل حد منفذ معارك او منفذ اكشن له التكنيكاليتيز بتاعته، كل مخرج بيصورها بطريقه، في حد ممكن يعملها بنمط، حد يعملها بنمط تاني، مش بناقش التكنيكاليتي او تقنيه النطه على الاطلاق، انا بتكلم على الريسك او مخاطره النط. ده اللي يعنيني في وجود نجم كبير يستاهل المحبه، مش بس محبه النجوميه، المحبه الانسانيه. لا مش موافقه ان انت تنط من الدور الخامس لاي دور تاني حتى ولو بواير، يعني مش شغلتك يعني. انت عندك الشجاعه بس لو بس مش عايز اقصر، يعني ما كنتش عايز يعني ايه، عايز اعمل كل حاجه كويس، عايز اعمل يعني، حاسس لو ما اتعملتش هيبان ان انا مش انا، لان للامانه الدوبلير اللي كانوا جايبينه ما كانش شكل، ما كانش شبكه يعني، ما يتشق يعني، مش يعني مش هيتشاف ان هو ف ولا شبهي ولا شعره معمول زيي، فباينه هتبان خالص بقى ان هو مش اميتاب باتشان، انه راجل راجندر كومار. وانت بقى امتى ادركت ياسر؟ امتى وانت وعلى الصوره هو نطيت في الثانيه الكام لما حسيت انه اخ انا عملت غلطه؟ لا انا قلبي كان هاف الاول، بس انا عندي فوبيا من المرتفعات. شوفي بقى دي عندي، طول عمري قاعد في دور ارضي مع ابويا وامي يعني الله يرحمه، دور ارضي، لما بروح عند ناس في الدور الثاني وابص تحت كده اخوه اخاف تدوخ. انا رحت وقفت كده وبصيت تحت كده، قلت لو انا رجعت اقولوا عليا عيل. فوقفت كده قلت ايه، قبل ما اقول اتراجع كان قال محمد سامع الاكشن، وانا بنفسي بقى عمال اعمل مش قادر. انت نطيت وراك المصور على المصور فيه. استاذ كريم عبد العزيز، هو انتوا الاثنين بواير واحد ولا لا؟ هو واير وانا واير، هو واير ينزله تحت، هو واير يوديني هناك ويرجعني تاني، بس لازم يسيبني، لازم يسيب الواير لان هو ماسكه من تحت. فانا لان تكنيك التنفيذ مش موجود في مصر، بتبقى على بكر وبتنزلي لحد الشباك كده، لكن هو على واير ماسكني، عامل زي سوري اليويو كده او الساعه، بندول الساعه. فلازم يسيبني هناك، والا لو فضل ماسكني هيرجع يخبط في الحيطه لنفس مكاني. طب قول لي ان انت بعد ما نزلت والشوط اتاخد، أصل أنا فاكرة السنة اللي فاتت في شوط العربية برضو نط من الدور الثاني على سطح عربية، العربية اتطبقت يعني، برضو ساعتها ربنا سلم، مع إنه كمان ورجلي لسه بتوجعني لغاية دلوقتي يعني، ركبتي الشمال من النطة دي، من ظل الرئيس ركبتي الشمال من هنا لسه بتوجعني، ورحت عملت عليه أشعة وعملت حاجات. أنا مع حضرتك في حكاية مش لازم الواحد يخاطر، حتى لو يعني مخاطرة واحد في الألف، انا ضد ده، انه
لا في ناس متخصصه. احنا في الاخر بنقدم فن، بنقدم حاجه متخيله يعني، الناس ما احناش شخصياتنا الحقيقيه. صحيح. ف لكن هو حبه انه يقدم كل حاجه بصدق شديد هو اللي دفعه عشان ما يبقى. احنا تعبنا قوي في الاربع ايام بتوع بولاق. اللي هو لما بنخش بولاق وبيطردونا وبنتخانق انا ومحمد رياض، الاكشن بتاعنا بقى. فكان ده قرب الاخر قبل ظهور بقى النجم احمد السقا بيظهر معانا ضيف شرف فيها بينقذنا. فانا خايف يبوظ، احنا تعبانين وما بين 6 الصبح لانه كله نهار، ل 6 الصبح ل 6 المغرب. فجيت ايه دي في قرب الاخر، فقلت دي لو حس انها يعني سوري قرعة او كدبه هتبوظ كل اللي فيه. فده دي كانت نيتي. بس ما تعملش كده تاني يعني. بالظبط يعني. الحمد لله ربنا يسلم. الحمد لله ربنا يسلم. والحلقه خلصت بشكل عالي جدا. وشفت ياسر جلال بياخدوا احمد السقا زي ما يكون طفل صغير لقى واحد حبيبه شو ما شافوش من زمان، بياخده بالحضن وبيبوسه. انا ما اعتقدش انه احمد السقا نسي اللقطه دي اللي كانت كلها عفويه وحب طاغي جدا من ياسر جلال لاحمد السقا. يلا ايوه هنا يا سقا. خليني اقفل السيجمنت ده بتحيه طبعا للنجم احمد السقا وكل اللي شاركوا في العمل ده اللي كان فيه واضح تعاون كبير جدا وتفاهم كبير جدا وطقم عمل كبير جدا، على راسهم 2 من المنتجين اللي حابين الشغلانه قبل ما يكونوا حابين الربح، محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار. بعد الفاصل راجعين تاني. مش مثلا تقولنا ايه خد عف دي كده واتجوزها. انت مش غنيت تتر مسلسل قبل كده؟ طلعوا يروح حطوا بسرعه فتقوم التورته دي تنفجر تيجي على الناس تغرق قدامهم. عادي الدور ده صعب قوي. ده دور برد بس الحمد لله. الكلام ده كذب يا ياسر؟ جدا. محدش يعرف الحكايه دي غير انا. كيف يا سميره؟ يا دي يا دي. طيب مع كل الناس الا مع شخص واحد. انا دلوقتي بنام بيه. ده بعد ما شفت الراس. لا 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 التانجو ده يتغار منه يا محمد رياض. اللعبه اللي بتضرب دلوقتي. شفت بقى انت دلوقتي ما كنتش بتحضر مركز جدا بقى. شوف ما انت لو كنت تلبس لو كنت درست باليه. انا دلوقتي بنام بيه. ده بعد ما شفت الراس. ايه التانجو ده بقى؟ هو احنا في الاول واحنا بنعمل المسلسل كانت فكره الاستاذ ريمون، فكنا في مشهد من المشاهد كده قال لي انا عايز اعمل اثناء كتابه المسلسل في الحلقات الاولى كان مشهد كان معمول على سطح مركب والمفروض الشخصيه الرئيسيه في المسلسل بيخش يقابل البطله فبيتعرف عليها الاول في رقصه اول تعارف فلقيته ايه بيقول عايزين نعمل رقصه هنا وبتاع. قلت له رقصه ايه؟ هو دايما يفاجئني بصراحه بحاجات غريبه يعني حاجات ما بقاش متوقعها يعني حاجات صعبه عليا زي موضوع اللغات ده يعمل والرقصه فبيضطرني. قال لي كمان الموتوسيكل انا عمري ما ركبت موتوسيكلات موتوسيكل هارلي اتدربت عليه في المسلسل بس ما جالوش بقى ما جاش مشهد والله يعني ما جاش مشهد فيه موتوسيكل بس كنت اتمرنت عليه جامد يعني. فقال لي عايزين نعمل رقصه بشكل معين تانجو بتاع. طبعا انا لما يقول لي حاجه زي دي ما نمش تفضل مصارين بطني تفضل عايز اعملها كمان كويس يعني مش عايز اعملها افشل يعني. يعني انت عمرك ما اتدربت على الرقص اللاتيني ولا حاجه مش من منطقتك؟ مش يعني سوري في الكلمه انا كراجل ما بحبش ارقص يعني بحس يعني ايه في ناس فيه. احسن في ناس ماليش فيه قوي يعني. فلما قال لي رقصه قلت رقصه ايه وهطلع ارقص والناس وبتاع. فقال لي ده تانجو بتاع تانجو كمان قلت طيب. فالمهم قعدنا فيه بحس انه يعني اوحش كده اصعب اصعب صعب لانه جستات ونظرات ولفتات وماسكه بس ماسكلين برضو في رجولي يعني برضو مش دي مش حنين يعني فجي كان الاستاذ ضياء شفيق وانا بحييه طبعا هو اللي صمم لنا الرقصه انا ونور وكمان بحيي النجمه نور صراحه جميلة لانها بجد انسانه ملتزمه ومحترمه وبتاعت شغل ومجتهده جدا وموهوبه طبعا ونجمه كبيره وجودها كان تشريف للعمل ككل انها جت وتعبنا انا وهي جدا في الرقصه. طب بنتك كان ايه رايها في التانجو اللي بابا؟ طبعا دي اصلا ادريه بتحب الفن وكان نفسها تتعلم بيقول لي بابي انا عايز ارقص الرقصه
وكده يعني. فاقوم ايه في البيت كده وانا واقف كده اروح خاطفها كده ونقعد مع بعض، بس طبعا هي لسه مش عارفه الله يعني. انا علاقتي بنتي علاقتي انا وبنتي ادريه علاقه رومانسيه. ماشي ماشي، بس عايز اقول لك مشهد التانجو مشهد ذكي وجميل، فيه جماليات كتيره جدا. رقصت تانجو مع رانيا محمود ياسين محمد رياض؟ طبعا رقصنا كتير انا وهي. انا مش عارفه اصدقك ولا اضحك. لا والله انا هقول لك حاجه، رقصت انا ورانيا، بس انا مش عارف كانت ايه يعني، كان مسرح ولا كان ايه؟ كان في المسرح. يعني كان كنا لسه يعني لسه متعرفين على بعض. كان في مسرحيه كنا بنعملها في اسكندريه وكنا بنرقص سوا يعني. رقصنا سوا انا وهي كذا رقصه. لا رقصنا بس كده. ده قبل الجواز طبعا اكيد، بعد الجواز. لا وبعد الجواز، لا بعد الجواز والله رقصنا. لا والله ده في جزء رومانسي انا مش شايفاه يا جماعه. لا 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 اتقابلنا رقصنا. اتقابلنا في العيد، احنا رحنا انا ومحمد صلينا العيد سوا، فاتقابلنا ايه، هو احنا ساكنين جنب بعض في اكتوبر. فاتقابلنا في العيد، يعني كان تاني يوم العيد يا محمد ولا تالت يوم؟ اول يوم من صلاه العيد. لا لما رحنا عندكم البيت كان تالت يوم. تالت يوم رحنا محمد ورانيا عزمونا انا وهبه والولاد وكده، وقعدنا مع ادم وعمر وكده، فقعدنا عند محمد في البيت. فقاعدين بقى ايه، ما تعرفيش بقى حضرتك، واحنا بناكل بقى خدتني الجلاله كده وغلطت غلط رهيب. بقول لهم ايه، سبحان الله يا محمد، يعني شوف انت بقالك كام سنه متجوز وانا بقالي كام سنه متجوز، يعني برضو يعني مفيش حد كده ورانيا، انت وهبه يعني ما تجيبولناش مثلا تقولنا ايه خد عف دي كده واتجوزها، يبقى برضو تكسبوا فينا ثواب وهتاخدوا ثواب وحسنات كتير. انا قلت الجمله دي من هنا، صدق بالله، وما خرجناش انا ومحمد. محمد ايه بقى يعني كمان عايزين تتجوزوا عليه كمان؟ احنا ده كان هزار يعني، عايز اقول لك الموضوع ده مش هزار. احنا ربنا رزقنا يعني زوجاتنا زوجات يعني انا رانيا حاجه اجمل حاجه في حياتي ان شاء الله. ربنا يخليكم لبعض يعني. هي بس مش مراتي، بس هي مراتي وحبيبتي وصديقتي وكمان ربنا يدينا معروف مسنداني يعني، عايز اقول لك مسنداني جدا جدا. انا سبت ومخلص بقى كل ده انا قلته على هبه. انا مسبق ايوه بيغطي على انت عملته. انا السنه اللي فاتت انا قدمت السبت والحد والاثنين، يعني انا مسبق. قلت لا معلش والله العظيم. ايه ده محمد رياض طلع غويط جدا، شوف كل ده عشان ايه يغطي على العمل اللي انت عملته. لا والله هو اللي كان زقني اقول الجمله دي. ايوه هو اللي زقني اقول الجمله. لا بكلم بجد والله، هي يعني اذا كان ليا جزء يعني في نجاحي، فالجزء الكبير جدا جدا منه لرانيا هي اللي مسانداني فيه. ربنا يديم المعروف يا رب ويسعدكم ويهنيكم باحبابكم كلكم. على ذكر بقى الرومانسيه الواقعيه، هنروح للرومانسيه الدراميه. كان في خط درامي رومانسي جدا في رحيم ما بين رحيم وداليا، كانت هو اسمها داليا. الناس بقى تفاعلت جدا مع قصه الحب دي واستجدعت جدا رحيم لما اختار يواجه اسرته او ابوه ويقول انا بحب دي ودي اختياري. اتفاجئت وانا بتابع الردود الافعال انه الناس الخط ده كانت حباه جدا. وناسيه بقى مش مهم رحيم ده بقى بيشتغل ايه ولا داليا بتشتغل ايه. انتوا كنتوا عايزين تلعبوا الرومانسيه دي؟ هو الشعب المصري شعب عاطفي جدا، بيحب الاعمال الرومانسيه، بدليل نجاح الاعمال التركيه في مصر يعني في الفتره الاخيره. وما اعرفش ليه صناع الدراما ما بيقولوا مثلا عيب او بيتكسفوا ان هم يقدموا الرومانسيه. كان زمان النجم الاستاذ محمود ياسين كان مع الفنانه العظيمه نجلاء فتحي والفنانه سعاد حسني، عمل افلام رومانسيه وكانت شديده الجمال. معرفش احنا ليه بنغفل الجانب ده او بنغفل الجانب ده. فكان في التوجه في المسلسل ان يتعمل خط رومانسي، لان احنا ما عملناهوش في ظل الرئيس. فكان الخط ما بين رحيم وداليا، بس ما كانش كتير يعني، كان برضو على حسب المقدار يعني. يعني انا بتهيألي تفسير بس مدار رومانسيه بتبقى مراحل يعني، في دايما في مرحله تبقى السينما الرومانسيه هي اللي طاغيه، في الاكشن هو اللي طاغي، في الواقعيه هي اللي وجت فتره الواقعيه الجديده يعني، هي حقب زمنيه. بس ده ما يمنعش انه وسط حقبه الاكشن اللي موجوده كان الخط الدرامي ده خط واضح والناس حبته. وتكلل باغنيه بديعه لصوت مدحت صالح البديع، اغنيه حلوه جدا جدا، وانا متاكده انها هتعيش كمان خارج اطار احداث المسلسل. قصه حب شكلك كنت انت كنت عايز، قريت لك تصريح كنت عايز ترجع للرومانسي وحاجات زي كده، حاجات الرومانسيه. شكلك. لا انا بحب الاعمال الرومانسيه. انا هقول لك حاجه، والد الله يرحمه
المخرج جلال توفيق طبعا كان دايما يقول لي ايه اجي في اي شغل يقول لي ايه اقول له ايه رايك يا بابا في المسلسل يقول لي حلو بس انت لسه ما عملتش ادوارك اقول له لسه ما عملتش ادواري ايه كل ما اجي كان يحبني جدا ومعجب بيا جدا شايفني حاجه كبيره قوي الله يرحمه والله يرحمه شايفني ممثل كويس طبعا فكان يقول لي لسه ما عملتش ادوارك اقول له طب ايه هي ادوار يا بابا قال لي الحاجات الرومانسيه بتاعه عماد حمدي ومحمود ياسين الحاجات دي وداعا يا غرامي هو كان شايفني في ده يعني قال لي انت لو عملت ده هتنجح فيه متهيألي ان هو كان عنده وجهه نظر سديده انما محمد رياض متهيألي انه الخط الرومانسي يعني اشتغلته كتير واطلالتك الاولى في العائله كانت كده كانت رومانسيه انت كنت بتحب ليلى علوي مظبوط وقعدت تعيط كتير لما سابتك ده بص لغايه دلوقتي ليلى علوي خلى بالك قال لك لغايه دلوقتي بعيط على ليلى علوي لا عايز اقول لك انا كمان بحب الاعمال الرومانسيه جدا يمكن انا كان حظي كويس برضو عملت كذا عمل رومانسي يعني كان بدايتي في العائله كان في في امرأة من زمن الحب كان الخط بتاعي رومانسي رد قلبي طبعا كنت عامل علي عبد الواحد فكان رومانسي كله فارس الرومانسيه فارس الرومانسيه طبعا ضوء الشارد بس كان يوسف سباعي عمل يوسف سباعي طبعا لا عملت بس انا بحب بجد الاعمال الرومانسيه ضوء الشارد كمان كان كان عمل رومانسي سمين ده اللي شبهي كلنا بنتغير كلنا بنتغير ويتهيأ لنا ان احنا مش بنتغير انما لما نشوف صوره قديمه لا طبعا بتحس او فيديو قديم نقول مين دول بس كل مرحله ليها جمالها ده حقيقي سيجاره لا ما بتدخنش ما بتدخنش امال شايل معاك كبريت ليه عشان اولع لك انت بتعاكس كده من اول نظره دي اول نظره بالنسبه لك انت لكن انا عناي عليك من زمان قوي تقدري تقولي كده ولا الف نظره انجي سلامتك يا علي انا بحلم ولا صاحي انت هنا ايوه ولازم كنت بكبك من ساعه اللي حصل لك ده صدقني انا عرفت متاخر قوي انت دايما كنت معايا ما سبتنيش لحظه انت لسه تعبان ابدا انا حاسس ان الضلع ده رجع زي الاول واقوى كمان طيب لو احنا بنتكلم على الطيبه الحقيقه انه خلاص امين فهمنا انه محمد رياض سمه من سماته الاساسيه الطيبه وياسر جلال شرحه ودي حقيقه مش ادعاء وانا اعتقد انه هم يعني ياسر جلال تحديدا طيب مع كل الناس الا مع شخص واحد يعني انا عمري ما شفت لمحه شر من ياسر جلال الا على شخص واحد اخوه في حد يعمل اعلان في الدنيا اعلان يعني تبقى فكرة الإعلان مبنية على أنه بيشرد أخوه يعني أنا ما شفتش كده يا ياسر لا هو الإعلان المفروض أن رامز كان هيبقى معايا في الإعلان يعني رامز بس رامز كان مسافر بيصور برنامجه وكانت الفكرة اتعملت وخلاص وكده يعني فبكلم رامز قال لي روح أنت عمله طب يا جماعة هنعمل إيه وبتاع قال لي طب هنعمل كذا وكذا فكلمته وقلت له يا رامز الناس عايزين يعملوا كده قال لي اعملها لطيفة ودمها خفيفة تطلع وكده قلت له ايه بس اللي بيحصل ده العكس مش انا اللي انت يعني انت اللي كنت شقي مش انا اللي كنت شقي فالمهم قال لي لا بس لطيفه وكده فعملناها بقى ان هو ايه انا اللي كنت شقي جدا وانا صغير وانا اللي كنت بقى 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 بعمل فيه المقالب الكلام ده كذب يا ياسر جدا الناس افتكرت استاذ قالك جدا الناس افتكرت الفيديوهات دي احنا واحنا صغيرين لا دول ولاد جايين شبهنا ورمز ايه بقى ايه اعلى في بقى بيقولوا ايه واحد قبله قال له الاعلان اللي عامله الاستاذ ياسر حلو واحد يعني قال له متشكر تمام قال له شفنا الحاجه في الاعلان قال له حاجه مين يا قال له حاجه فين الحاجه الله يرحمها قال له انت مجنون ولا ايه يعني كل ده فيك كل ده يعني هو رامز هو اللي مزعج هو اللي مؤذي هو اللي بتاع مشاكل لا بس رامز طول عمره دمه خفيف طول يعني هو اللي في كده. دماغه بيعمله يعني جات له حاجه في لحظه يعملها
يعني يكون في عيد ميلاد مثلا ويروح جايب الفيوزات اللي هي بتنفجر دي بتفرقع يروح حاططها في التورته جنب الشمع في التورته ويروح ايه مولعها ساعة الشمع بالراحة كده أو يولعه ويروح حطه بسرعة فتقوم التورتة دي تنفجر تيجي على الناس تغرق هدومهم عادي ومرة برضو واحد كان قاعد كنا قاعدين في كافيه فواحد بيشرب شيشة بيشيش فراح جايب فيوز حطه في الحجر بتاع الفحم فالراجل الفحم طار في الهواء وقع هنا فالراجل راح عامل كده علشان ايه الراجل قدامه فهو اللي بيجي في دماغه بيعمله وقتي يعني لحظيا يعني فهو يعني ده مش عايز المجلس الاعلى للاعلام ده عايز المجلس الاعلى للقضاء بس هو طيب يعني هو طيب اكيد واللي بيعمله ده على فكره هو ايه الكاميرا الخفيه فلتكن دي الكاميرا الخفيه بتاع هذا العصر ليه رمز ليه جماهيريه وشعبيه جارفه بجد الكبير والصغير الاطفال بيحبوه الكاميرا الخفيه ان انا اخد حد ان انا اعمل فيه مقلب انا شايفه من وجهه نظري ده عادي يعني ده عادي هو ناجح فيه يعني هو انت اوريدي كنت انت وهو متشاركين في فكره الاعلان يعني ما ما فاجئتوش ولا حاجه لا 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 فاجئتوش انت اطيب ان انت تعمل حاجه مزيه مش كده لا لا اصل رامز بنحب بعض بحب عشق يعني يعني تهيالي انه لو رامز عمل مقلب في ياسر يعني نهايه رامز مش هتبقى كويسه يعني انا ما اتخيلش ان هو الشخص ممكن يتقبل المقالب دي هو انا بطبيعه شخصيتي ان انا ايه انا بحب الاحترام يعني بحب احترم نفسي واحد يقول لي قدامي يحترمني قوي يعني فلكن مع رامز يعني لو انا في لحظه فقت على ان ده اخويا استحاله يعني هيكون رد فعلي الناس كلها فاكره ان انا هعمل وهسوي فيه بس انا بطبعي انا اسف اللي هقوله مش بطلع في برامج كتير يعني ايه بروح للناس المحترمه اللي زي حضرتك كده اشكرك فانا ايه مش هيلاقيني وبعدين وبعدين ما بطلعش برامج بفلوس يعني انا مثلا يجي يقول لي تعالى اعمل برنامج في حته فلانيه خد فلوس اقول له لا ده حقيقي ده حقيقي انا بطلع برامج محترمه انت تطلع بامتك يا ياسر الله يخليك تطلع بامتك فاذا الاعلان مش مظبوط الاعلان كل المعلومات اللي فيه عكسيه لازم بس نوضح عشان الاستحقاقات انما بقى شوفوا في مسلسل رحيم لما جت سيره رامز جلال قدام رحيم عمل من بنها رامز انا من عشاق صوت ياسر جلال انا ما عنديش ما كتبش مانع اسمي. اغني بس اغني بعديك ما كتبش لا ممكن فاكر حد لا. تاني لا حد تاني ايه برضه انا ام كلثوم ولا منيره المهديه اديك 200 جنيه وتقول احنا عندنا النهاردة برنامجنا بيقدم باكورة انتاج برامجي مفتخر يعني لم يسبق له اي برنامج والحقيقة انه كان بالصدفة البحتة وبعد ما تأكدنا انه احنا عندنا اتنين من اكبر المواهب الغنائية في عالم الدراما العربية فلازم النهاردة نعيد اكتشاف واحياء المواهب الغنائية دي ومين اللي داخلين دول احنا مين دول في حد جاي دلوقتي دلوقتي هتحصل خناقه كبيره جدا ممكن اختصرها لكم مقدمه البرنامج هتقول انتوا صوتكم حلو هيقول لا احنا صوتنا وحش هتقول لهم لا صوتكم حلو هيقولوا لا صوتنا وحش هتقول لهم هتغنوا هيقولوا لا هتحصل خناقه فبدل ما نروح ونيجي لازم تقولوا لنا علاقتكم بالغنى ازاي استاذه منى الاستاذ محمد رياض مع حضرتك والعبد الله ياسر جلال احنا مش علي الحجار ومدحت صالح يعني ما اعرفش محمد رياض موهبة كبيرة تمام في الغنى وفي ناس فتنت لي يعني انا مش يعني ناس لا يمكن اشك في رايهم الفني فانا دلوقتي يعني هنبتدي بايه او انتوا غنيتوا الاول ما هدولنا كده بعلاقتكم بالغنى انا عايز اقول لك انا من عشاق صوت ياسر جلال حلوه اتعامل مع ياسر جلال ده يعني الشيخ زكريا احمد عايز أيوة. عايز اقول لك والله بجد وحلوه حلو انا يوم ياسر عشان كان يعني اقول لك بس الصداقه اللي بيني وبينك احنا تقريبا كنا في مناسبات بعض طول الوقت مش مناسباتنا شخصيه مثلا مع اهالينا مثلا يعني كان في فرح بنت اختي وياسر جه وغنى سواح من اجمل ما سمعت في حياتي
ياسر والله. جلال مكر. لا ياسر بجد 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 مكر. صوته حلو مش مسألة كمان صوته حلو بيعرف يغني. انت مش غنيت تتر مسلسل قبل كده؟ غنى تتر مسلسل اسمعك غنى تتر مسلسل قبل كده؟ لا ما حصلش. دي بقى هقولها لك والله العظيم ما حدش يعرف الحكايه دي غير انا. ايه بقى انه مسلسل ده؟ انت بتهزر؟ لا بتكلم جد. غنى لا تتر مسلسل اللي انت غنيته والله العظيم ما حصل. تتر يا محمد لا مش بقول لك مش بقول لك تتر مسلسل غنى تتر مسلسل بس انا ما عنديش مانع اغني بس اغني بعديك ما كتبش انا هغني بس اغني بعدك بص باعك تتر مسلسل وما كتبش اسم لا 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 دي هزار اه طبعا انا بقول لك بحلف والله ما حصل وانا مين اللي غنى انت ولا انا تتر مسلسل يعني تخيلي بقى ده تخيلي ايه هو بيغني كويس طب خلصت اتفضل غني عشان انا اغني عشان تعرفني بس ما هو اولا يا اما تغني لوحدك عشان الناس اللي عايزه تسمعك يا ناس دي قاعده مستنيه لا لا قول قول حضرتك وبعدين انت ده انت كيمياء و ماشي اوكي بقى يعني كيمياء تمام بس كيميكا على طول جايه هي مين طب تغني لي انت كيمي كيميكا لا يا باشا لا لا ده عايز اقول لك بتغني قديم انا فيزياء بس طب قول لي حاجه زمان كنت بتغنيها بتحب تغنيها اقول يلا هو ده وجوبي الاغاني وجوبيه بسم الله الرحمن الرحيم هو في معنا تخت هنا و... لا مش هغني انا اقول بس حاجه كده صغيره عشان بس الاستاذه منى يعني عشان خاطرها عشان خاطر الاساتذه والساده اللي يعني هتفرجوا علينا ان شاء الله في التلفزيون فيرحمونا يعني شوقتنا يا نجم قول تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك تملي ولا انت داري بي وانا بشكي إليك منك انا بشكي إليك منك يا حبيبي جالك على السبت طب انا غني بعديك ازاي على السبت انا بدالك اي حاجه هتقولها انت بعد كده هتبقى عظيمه ده لا ده بيغني حلو جدا على فكره انت فاكر الدور بتاع كدني الهوى بتاع القديم ده لا انا مش قديم قوي للدرجه دي يعني كدني الهوى ده حلو قوي كدني الهوى انت مذاكر اغاني تراث يعني لحد ما هو هو مذاكر حاجات كتير جدا هو بس ده مش هينفع يعني انت بتسمع ادوار قديمه وتقطيع وكده يعني بسمع قديم وكده يعني بس طب يلا نجرب لا لا ده مش هيبقى انت عارفه بس انا مش هقوله على يعني انا ايه امشي معايا يعني انا يعني استنى نجرب كده الاول وترابه جميل
المسيح. بقولك مغني غنى تتر مسلسل قبل كده. والله برافو عليك يا سيدي. ايه ده؟ صعبة جدا. دي أغنية صعبة وقديمة. دور ده صعب قوي. ده دور برد بس الحمد لله. ايه ده؟ استنى بس. هو بيغني من زمان صح؟ هو بيغني من زمان جدا. والله ده هو أصله. أنا بقول لك هو كويس بجد؟ لما غني تتر مسلسل قبل كده. حلو قوي. أنت قاعد بترمي عليه إفات. والله كان بيتريق بس شوفي ربك بقى عمل إيه؟ لا لا ما بتريقش. ربك؟ أنا بقول لك غنى بتتر هو مش عايز يقول. محدش عارف المعلومة دي عنه. لا انت طبعا بتضحك عليه. لا ما بضحكش والله ما حصل. انت تعرف اكتر مني. هقول والله لو خالص انت والله عارف ان هو غنى تتر مسلسل. لا 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 تاكد مني والله لو كان حصل يا سيدي. خلاص ماشي اوكي. طب يلا بقى تسمعنا ايه حاجه لعبد الحليم. لا معرفش ايه يا سيدي. ماشي يعني انت بتقول والله ده وده بيقول والله. لا هو يمكن اختلط عليه الامر. ممكن فاكر حد تاني. لا حد تاني ايه برضه انا. بص يا جماعة احنا مش عايزين نخسرهم بعض. الناس دخلوا اصحاب الاستوديو. هو مش عايز. هو ياسر ما بيحبش يقول للناس ان هو بيغني حلو. ما تفهميش ليه يعني. هو عشان هو مركز جدا في التمثيل فمش عايز الغنى ياخده. بس هو مصير انه يكتشف صاحبه وصديقه محمد رياض. تعالوا مع بعض نقول ما بعرفهاش. يلا يا جماعة نخش وهو انا هنجيب. خلي بس المايك. طيب خلي معايا كده. لا كده انا مش سامع غيره. وعملت ايه بس انت لا يلا طلق والله هو ايه بيه كده مبطنطك. لو عايز تبطن بطن بعد ما اخلص الكوبليه. ما بطنش وانا بقول الكوبليه. يلا يلا. وعملت ايه يلا 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 حبيبي. طب بص هات المايك. خد المايك ده عشان لا 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 عشان ما يتعبش الفرقه بس معانا. يلا لا ده كويس اللي معايا. وعملت ايه بين السنين. عملت ايه اتفضل. فرقتنا لا لا ايوه غيرتنا لا لا ولا دوّر. وصلنا المود والله العظيم. ياسر جاي لا الزمان. سنس الفن ما عندوش السنس. انا قلت لك غني هو لوحده. انت ما عندوش السنس. لا ملوش علاقه. بص يا محمد هاي هو هيشرح لك. هديك 200 جنيه وتقول ايه ده. انا متاكده ان انتوا في المعهد. انا حاسه ان انتوا في المعهد مع التاني. لا حضرتك رجعتينا فعلا. ايوه بس انت فاجئتني. انا ما قلتش ايه ده. لا محمد بيتكسف هو بس خجول ومكسوف. انا خجول لو ساب نفسه. لا والله العظيم انه ياسر جلال صوته حلو جدا. وانا عارفه ان والله العظيم بقول لك غنى تتر مسلسل قبل كده. والله برضه. لا هو محمد مكسوف. احنا كنا ايام كنا بنغني في عيد الميلاد فاكر. ياه طب يا جماعة حد يختار لنا حاجة سهلة للست يعني ما تبقاش فيها عرب عالية قوي. يعني حاجة كده حلوة يبقى مود لطيف. طب الحب كله. ليلي ونهاري وفكري بيك مشغول. ممكن. ولا اللي هي ليلي ونهاري اللي هي بتقول الليل عليا طال بين السهر والنوم اللي هي دي. انت الحب.
يا ما قلوب هيمة هيمة حواليك تتمنى تسعد يوم 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 برضاك يا ما قلوب يلا نجم هيمة هيمة حواليك تتمنى يوم تسعد يوم 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 برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم تنعم وتحرم زي هواك الليل عليا طول بين السهر والنوم واسمع لوم العزال اسمع لوم العزال اضحك وانا المجروح وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو عليك لو عليك وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو علي لو علي لكن أغير أغير من اللي يحبك لكن أغير أغير من اللي يحبك ويصون هواك أكتر مني شكرا طبعا قعدتكم نسيتنا رحيم مؤقتا بس بجد انا سعيده جدا بقعدتكم دي مع بعض سعيده جدا بالمشاعر الحلوه اللي بينكم في بعض سعيده بنجاحكم نجاح رحيم نجاح قال حاجات كتيرة جدا بس زي ما قلت في البداية من أجمل الحاجات اللي قالها بعد نهاية المسلسل إن إحنا عرفنا إن في صديقين جمال من أيام المعهد السنين ما غيرتهمش المنافسة ما أثرتش عليهم تغير الأحوال ما قدرش حاجة من العلاقة إن هما بعد ما خلصوا شغلهم أخدوا بعض وراحوا صادلوا العيد وزاروا بعض وطلعوا معانا في الاستوديو بمنتهى الجمال والأريحية ابن الأصول محمد رياض والبرنس ياسر جلال أنا سعيدة جدا 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 واحدة من أجمل الحلقات سعيدة جدا